المفروضة طبعا تقع بالفترات الضوئية. نبدأ الصلوات مع بداية ضوء الفجر، ثم ننهي الصلوات الخمس بنهاية الضوء عند العشاء، ولا يوجد أي صلاة مفروضة في فترة الظلام. ثانيا، في بداية النهار عدد الركعات الصلاة أقل ما يكون عند الصبح، ركعتين أو مع السنة أربعة. أكثف عدد ركعات للصلاة في صلاة العشاء، وكأننا نقوم بعملية التصفية خلال النهار. ثانيا، الفترات بين الصلوات الخمس غير متساوية، فبين الصبح والظهر ليست مثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. ففي الصباح الفترات متباعدة من الفجر حتى الظهر، آخر النهار تكون أقرب ما يمكن بين المغرب والعشاء. هذا موضوع هام جدا. الموضوع الآخر أن عدد ركعات الصلاة غير متساوي لا بالفرض ولا بالسنة. إذن إضافة إلى كونها عملا تعبديا وهي عماد الدين، أيضا هي خمس محطات يومية للتزود بالطاقة ومرتبطة في التبدلات الضوئية للشمس. تقول الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو ما يلانها عند الظهر، إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لذلك هي مرتبطة تماما في التبدلات الضوئية للشمس. والصلاة لأهميتها هي ذات شقين، لا تصح إلا إذا صح الوضوء، بينما كل العبادات الأخرى ليس لها علاقة بالوضوء، فالصيام ليس له علاقة بالوضوء، وإذا فسد الوضوء لا يفسد الصيام مثلا، أو الزكاة أو الحج مثلا. لكن إذا فسد الوضوء تفسد الصلاة، وإن كان المصلي يؤدي الصلاة بشكل كامل. فماذا يعني أن الصلاة هي لها علاقة بالتبدلات الضوئية للشمس؟ ولماذا جاء الوضوء ما قبل الصلاة؟ طبعا بالإضافة إلى ثوابها المتفقين عليه كامل، وأنها عماد الدين وثوابها هائل في الآخرة، هي أيضا بكل معنى الكلمة خمس محطات يومية للتزود بالطاقة. فالإنسان خلال حياته يحتاج إلى ثلاثة أنواع من الطاقة: طاقة يومية يحصل عليها من خلال الصلوات الخمس، وطاقة يحتاجها الإنسان مرة واحدة خلال العام يحصل عليها في ليلة القدر، وطاقة يحتاجها مرة واحدة في العمر يحصل عليها عن طريق الحج. إذن الصلاة هي الطاقة اليومية التي نحتاج إليها، وهي المنظم للوقت. فلماذا جاء الوضوء؟ نلاحظ، قلنا أن الصلوات هي بالفترات الضوئية. حينما يبدأ ضوء الشمس بالدخول إلى غلافنا الجوي ذو الطبقات السبع، نلاحظ أن إحدى طبقات الجو تتكهرب، أو بالمعنى الكهربائي عند السادة الكهربائيين تكون متأينة أو متكهربة، وتسمى الأيونوسفير، أي الطبقة المتأينة. تنزل هذه الكهرباء الساكنة على سطح الأرض، تتلقاها كل الأجسام ومن ضمنها البشر. أحياناً نلاحظ مثلاً أن باب السيارة يعطي شرارة كهربائية، إذا كان الإنسان يرتدي أو يخلع رداءً صوفياً يحصل كهرباء بين الشعر وبين هذه السترة. لذلك إذا شحن وعاء كهربائياً فالكهرباء توزع على السطح الخارجي، أما داخل الوعاء لا يوجد كهرباء. حتى ما يسمى عند السادة الكهربائيين ما يسمى الظاهرة الجلدية، حتى وإن كان عندنا سلك يمر الكهرباء فالكهرباء تمشي على سطح السلك وليس داخله، تسمى الظاهرة الجلدية. لذلك نلاحظ أن الوضوء هو إيصال الماء إلى نهايات الإنسان الخمسة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قد يكون بعد المرافق في تعرق وفي روائح، قال لا، فقط إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم. لذلك أهم شيء في الوضوء، يعني أن نركز على هذه القضية، كل الجلد يغسل والشعر فقط يمسح، يعني لا يوجد مسح على منطقة جلدية. فخلاصة الوضوء هو الجلد يغسل والشعر فقط يمسح. لذلك ماذا يعني هذا الكلام؟ لإزالة هذه الشحنات الضارة زائد شيء من النظافة إلى جسم الإنسان. ونلاحظ لماذا إزالة الشحنات الكهربائية؟ حينما نقوم بتركيب جهاز كهربائي معين، نضع له ما يسمى الخط الأرضي أو التأريض بالمعنى الكهربائي لتفريغ الشحنات الزائدة في الأرض، وإلا يعني سوف يحدث اضطرابات كهربائية وقد يؤذي المستخدم بالكهرباء. فنلاحظ الله سبحانه وتعالى يقولها صراحة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
فامسحوا بأيديكم وجوه. فعملية المسح هذه بالتراب ما يسمى بكل معنى الكلمة عملية التأريض، أو عبارة تفريغ الشحنات في الأرض. فالإنسان قد يكون بالصحراء وعليه غبار، قالوا ما عندنا مانع، أيضا اتصل بالأرض الطبيعية ثم تعالى إلى الصلاة. لذلك نلاحظ آخر الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني ليس الموضوع معاجز إما ماء أو تراب، ولكن يريد ليطهركم. ونحن إذا عندنا جرح فالصابون مثلا هذا ينظف لكن لا يطهر، الجرح يحتاج إلى مطهر، إلى مطهرات. فكلمة مطهر من الأمور الضارة الغير مرئية، أما التنظيف للأمور المرئية، فحينما أنظر إلى اليد أقول أنها أصبحت نظيفة، لكن ربما يبقى عليها بكتيريا، البكتيريا تذهب عن طريق المطهرات. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الكلمة بشكل عجيب، لم تكن الآية الكريمة، ولكن يريد لينظفكم، ولكن يريد ليطهركم من هذه الشحنات الضارة التي غالبا ما تسبب آلام المفاصل أو آلام الروماتيزم مع الزمن. وتتابع الآية، ولعلكم تشكرون لهذه النعمة التي أعطيتكم إياها التخلص من هذه الشحنات. لكن المهم هو بعد أن أتخلص من هذه الشحنات الضارة أدخل في جو الصلاة للتزود بالطاقة. ماذا يعني هذا الكلام؟ أولا الصلاة يقرأ فيها القرآن الكريم واقفا، المصلي واقفا، إذا بدأ بالركوع والسجود يمنع قراءة القرآن ويدخل في التسبيح، يعني لا يجوز قراءة القرآن في حال الركوع أو السجود. لماذا؟ لأن الإنسان هو واقف، هنالك ما يسمى يعني فتحة للطاقة تخص الرحمن فقط، حتى إبليس غير قادر أن يدخل من هذه الفتحة، الفتحة الطاقة، لأنها تخص الرحمن مع أنها أقرب إلى الدماغ والعقل. يقول إبليس لله سبحانه وتعالى لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لماذا لم يقل من الأعلى؟ هذه تخص الله فقط، فقد استمسك بالعروة الوثقى، حبل النور الموصول بين الله وبين كل إنسان. فحينما الإنسان يقرأ القرآن، وهنا قضية أساسية كبرى، معظمنا في الصلاة يكون شارد الذهن، يكون قد أسقط فرض الصلاة لكنه لم يقم الصلاة. فالصلاة تحتاج إلى إقامة وليس إلى تأدية. الله ولا مرة قال في القرآن الكريم أدوا الصلاة، أقيموا الصلاة، فتحتاج إلى إقامة حقيقية، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالإنسان، وهذا ما يسمى بعلم الطاقة، التفكير الإيجابي. وفي بعض الديانات الأخرى يجلس الراهب ويفكر بالنيرفانا، ما يسمى الطاقة السامية. فعندنا قمة التزود في الطاقة في الصلاة الإسلامية. فالإنسان حينما يقرأ القرآن عليه في الصلاة، عليه أقل شيء أن يدرك معنى الكلمات أو الآيات التي يقولها. لذلك هذا الموضوع هام جدا. قال تعالى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. السبب لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. فالإنسان الشارد أيضا لا يعلم ما يقول، الإنسان الذي يفكر في أمور أخرى أيضا لا يعلم ما يقول، يعني فلم يحقق الفائدة. فإذا علم ما يقول، ونلاحظ في سورة الفرقان موضوع عجيب جدا، يتحدث عن عباد الرحمن، يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، أي في الصلاة، لم يخروا عليها صما وعميانا بالركوع والسجود. يعني إذا ذكر بآيات ربه في الصلاة لم يخر عليها صما وعميانا. فيجب أن نركز على إقامة الصلاة وعلى التمعن بالآيات القرآنية كي لا نقوم بإسقاط فرض الصلاة دون أن نستفيد من الصلاة بشكل يومي. شد